نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى جميعا، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين. وكنا بدأنا في باب السواك في فصل في استعمال آلة السواك، ونقرأ ما في الهامش حتى ما وقفنا ثم نكمل الشرح. يقول: فصل في استعمال آلة السواك، وهو من سنن الوضوء، ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه. والسواك مستحب في كل حال، يعني السواك اللي هو التسوك اللي هو الفعل ده مستحب في كل حال، ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم فرضا أو نفلا، وتزول الكراهة بغروب الشمس. وقفنا عند هذا الحد، واختار النووي عدم الكراهة مطلقا. قلنا أن السواك استعمال السواك مستحب مطلقا، ولا يكره تنزيها إلا بعد الزوال للصائم عند الشافعي. وتزول الكراهة بغروب الشمس، يقول في الشرح: وكذا بالموت، يعني لو مات وهو صائم بعد زوال الشمس أيضا يزول كراهة استعمال السواك، فيجوز للمغسل أن يسوك الميت، ما فيهاش مشكلة، لأنه الآن ليس بصائم. كذا قال الشيخ الطوخي. الشيخ الطوخي قال إن تزول الكراهة بإيه؟ بغروب الشمس وقبل غروب الشمس بالموت. ما هو طبعا ما هو بعد غروب الشمس ده للحي والميت، نتكلم على الميت. وكذا بالموت لأنه الآن ليس بصائم. كذا قال الشيخ الطوخي، نسبة الطوخ يعني. وقال غيره، بعض العلماء غير الإمام الطوخي ما وافقوش على الحتة دي، قالوا لا، حتى الموت تظل الكراهة. وقال غيره: لا تسقط بالموت، يعني لا تزول الكراهة بالموت، بل قياس دم الشهيد الحرمة. وبه قال الرملي، الإمام الرملي ما وافقش الشيخ الطوخي، وقال إن زي دم الشهيد ما بنزلوش لأنه هو علامة العبادة فيه، فيبقى برضه خلوف فمه وهو ميت صائم لا نزيله لأنه من أثر العباد. فالإمام الرملي قال لا، برضه تظل الكراهة. واختار النووي، الإمام النووي اختار عدم الكراهة أصلا زي المالكية، إن غير مكروه استعمال السواك للصائم حتى بعد الزوال زي المالكية وزي الحنابلة زي الأحناف. واختار النووي أي من جهة الدليل لا من جهة المذهب، فالمذهب هو عندنا الشافعية إنها مكروهة كراهة تنزيه المذهب، لكن الإمام النووي لما نظر لدليل المذهب لأن الدليل لا ينهض لإيه؟ لأنه يكره كراهة واضحة، عشان كده ما قالش بالكراهة، أي من جهة الدليل لأنه لم يصرح فيه بالكراهة، وإنما هو بطريق الفحوى لا من جهة المذهب. وإحنا قلنا إن الفحوى إن يبقى الكلام ليس في الموضوع وبعدين يستدل منه الفقيه حاجة مش متعلقة بالموضوع، سموها الدليل الإشارة أو فحوى الخطاب، لأن هم استدلوا الشافعية كراهة استعمال السواك للصائم بعد الزوال من حديث النبي بيقول إيه: وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فالنبي بيتكلم على فضيلة تغير الفم للصائم، استنتجوا هم منها بالفحوى إن يبقى مكروه إزالته، لكن ما فيش النبي ما قالش ما يستعملوش. فقال لك ان استدلال الفحوى ده استدلال ضعيف، ما اقدرش يعني اقول منه كراهه، ده راي الامام النووي، يعني ده استدلال بفحوى الخطاب وليس بمفهوم الخطاب ولا بنص الخطاب، لانه الادله تكون بالنص اللي هو دلاله اللفظ عند النطق اللي هو دلاله منطوق،
وتكون بدلالة المفهوم اللي هي حال السكوت، ولكن لا تكون بدلالة الفحوى ولا الإشارة. دلالة الفحوى والإشارة ممكن يستأنس بها مع دليل آخر، لكن ما تكونش هي لوحدها دليل، لازم يستأنس بها مع دليل آخر. المذهب عندنا استأنس بهذه الفحوى مع دليل قياس حرمة إزالة دم الشهيد. فهمت ازاي؟ فقالوا ان دم الشهيد ده اثر العبادة، ولا يغسل الشهيد حتى لا يزول منه اثر العبادة، وكذلك لميت محرم لا يغطى رأسه لان يبعث يوم القيامة محرمة. يبقى كأن الشرع من خلال النظر في أدلة الشرع المختلفة في أبواب الفقه المختلفة، وجدنا أن الشارع حريص على أن المسلم يحافظ على ما مات عليه من أثر العبادة عشان يبعث يوم القيامة عليه هذا الأثر. فلما فهمنا احنا من هذا، وجالنا كمان إشارة وفحوى من حديث خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، تقوى عندنا الاستدلال بالكراهة ولم يصل لدرجة القوة فنحرم، فما قلناش حرام، قلنا بس مكروه، لأن ما فيش النهي الصريح، لا بصريح اللفظ ولا بمفهوم اللفظ، ده مجرد الفحوى مع القياس. خدت بالك ازاي؟ فالفحوى مع قياس قالوا يكفي ان ده يوصلنا لمرحلة الكراهة بس. لكن الإمام النووي ما وافقش على هذا النظام كنظر، قال لا، أنا أختار إن الحرمة لا تثبت مطلقا خالص، قصدي الكراهة لا تثبت مطلقا، فاختار النووي عدم الكراهة مطلقا، ولكن الفتوى على الكراهة على فكرة بخلاف اختيار النووي، الفتوى على الكراهة بخلاف اختيار النووي. قوله عدم الكراهة مطلقا أي قبل الزوال وبعده، قوله وهو أي السواك في ثلاثة مواضع أشد استحبابا من غيرها، أحدها عند تغير الفم من أزم، قيل هو سكوت طويل، وقيل ترك الأكل، وإنما قال وغيره ليشمل تغير الفم بغير أزم كأكل ذي ريح كريه من توم وبصل وغيرهما، والثاني عند القيام من أي الاستيقاظ من النوم، والثالث عند القيام إلى الصلاة فرضا أو نفلا، ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات كقراءة القرآن واصفرار الأسنان، ويسن أن ينوي باستواك السنة، وأن يستاك بيمينه ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه، وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى كراسي أبراسه. ده كلام الشارح والمصنف. نقرأ بقى المحشي، يقول في الحشي قوله وهو أي السواك بمعنى الاستياك، أي وهو أي السواك يعني بمعنى الاستياك نفسه والفعل ذاته، في ثلاثة مواضع أشد استحبابا، في ثلاثة مواضع أي بحسب ما ذكره المصنف، وإلا فهي تزيد على الثلاثة كما أشار إليه الشارح بقوله ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة. هو المصنف اللي هو القاضي أبي شجاع كان قصده الاختصار، وسمى غاية الاختصار، فجاب لك ثلاث مواضع اللي هي يعني أشهر مواضع في استحباب استعمال السواك، لكن اكتفى بها على سبيل الاختصار. أشد استحبابا أي أقوى ندبا، وقوله من غيرها أي منه في غيرها، فهو في هذه المواضع آكد منه في غيرها. قوله أحدها أي أحد المواضع الثلاث، ولو قال الأول لكان أنسب، كان حقول الأول لأنه قال الثاني، فالثاني نسب الأول، إنما ما يقول أحدها يبقى في الثاني يقول ثانيها وبعدين يقول ثالثها، لكن هو الأحدها وبعدين يقول الثاني، عشان كده هو اعترض وقال ما هو أحدهما واحد والأول واحد، حق يقول أولها طالما قال ثانيها، سموه مال، ما هو الأحد يبقى مقابل الحاجة اللي تيجي بعديه تبقى اسمها ثانيها، مش قال أحدها، يمشي على نفس النظم،
لكن هو مشيش على نفس النظر، قال الثاني، كان يبقى حقه يقول الاول، ما دام قال الثاني يبقى نقول الاول، قلنا احدها يبقى نقول ايه ثانيها. خدت بالك؟ هي مجرد يعني اعتراض بس في اختيار اللفظ، لكن المعنى معروف يعني واحد. لكان انسب، ولو قال الاول لكان انسب بقوله فيما ياتي الثاني والثالث. قوله عند تغير الفم اي لونا او ريحا، سواء لون او ريح. وافهم قوله عند تغير الفم انه يسن لتغير الفم ولو لمن لا سن له، وهو كذلك. افرض واحد اهتم حال يعني شايل سنانه كلها خلعها وتغير فمه، برضه يسن له السواك، بس يسن سواك يكون رطب لين عشان ما يعوروش بقى يشلب دم، فيبقى يستعمل ساعتها سواك رطب لين. فما يقول ايه عند تغير الفم احسن ما يقول عند تغير الاسنان، هي عشان يشمل الفم اللي فيه اسنان وما فيهوش اسنان. من ازم اي من اجل ازم، يعني تغير الفم بسبب الازم، والازم هو الامساك عن الطعام والشراب والكلام مدة طويلة، يوم الفم يتغير، فده اسمه الأزم. الأزم اللي هو الإمساك عند تغير الفم من أزم أي من أجل أزم. فمن تعليلية أي بسببها، بسبب أزم. فمن تعليلية، والأزم بفتح الهمزة وسكون الزاي المعجمة مصدر أزم، قال في الصحاح أزم عن الشيء أمسك عنه، قال أبو زيد والآزم بالمد الذي ضم شفتيه، عامل كده اللي يضم شفتيه كده ويتك عليهم وقفلهم جامد اسمه آزم. والآزم بالمد الذي ضم شفتيه. وفي الحديث أن عمر، سيدنا عمر يعني، سأل الحارث ابن كلدة، هو يكتبوا الحرف لكن ينطق الحارث، حط بقى واحد كده زي نظام الخط العثماني، ما يثبتش الألف وسط الكلمة، لا يثبتها لفظا يعني كتابة، لكن تثبت نطقا. في الحديث، وفي الحديث أن عمر سأل الحارث بن كلدة ما الدواء، فقال الأزم يعني الحمية يعني الجوع. يعني لما واحد يقول لك أنا عايز أخس وأضبط سكري أعمل إيه؟ يقول له اقفل بقك، اقفل بقك يعني ما تاكلش، هو ده الأزم ده. فهو ده برضه سيدنا الحارث بن كلدة كان طبيب، سيدنا عمر يقول له ما الدواء؟ قال الأزم يعني اقفل بقك، المرض سببه ان بقك شغال على الفاضي وعميان، كل حاجة تجي لك تاكلها تعمل لك المشاكل. فقال الأزم يعني الحمية، وكان طبيب العرب إذ ذاك. وبالجملة فأصله في اللغة الإمساك، يبقى الأزم أصله في اللغة الإمساك. واختلف فيه الأصحاب، فقال بعضهم هو السكوت الطويل، وقال بعضهم ترك الأكل، وأشار الشارح للخلاف بقوله قيل هو سكوت طويل وقيل هو ترك الأكل، وكان ينبغي أن يقول ترك الأكل والشرب كما قاله في شرح المهذب، يزود عليها والشرب كمان. قوله وغيره اي ما عدا النوم، لانه سيذكره، ما هو النوم ازم برضه لانه بيقفل بقه، بس هو ذكر النوم لوحده. قوله كاكل ذي ريح كريه، يبقى عند تغير الفم، الفم بازم وغيره، غيره زي ايه؟ كاكل حاجه ريحتها وحشه، كاكل ذي ريح كريه مثال لغير الازم. وقوله من ثوم اي من ثوم وبصل وغيرهما، انت عارف الثوم والبصل يعمل ريحه وحشه في النفس كده وفي الفم. بيان لذي الريح الكريه. وقوله وغيرهما كالفجل والكراث، فيتاكد لمن اكل شيئا من ذلك السواك لازاله رائحته خشيه ايذاء الادميين، لما يكلم الناس نفسه ويطلع كده ريحته مش حلوه فيؤذي الادميين، والملائكه اللي هم الحفظه والكرام الكاتبين واللي بيحضروا الصلاة مع الناس، لأن الملائكة بتحضر وتتأذى من الريح الخبيث. قوله عند القيام يعني والثاني عند القيام أي الاستيقاظ من النوم، وإن لم يحصل تغير
يعني حتى لو نمت نومه خفيفه كده ما قعدتش مده طويله برضو يتاكد استعمال السواك حتى ولو لم يحدث تغير، لانه مظنته لما فيه من السكوت وترك الاكل، لان النوم مظنه تغير الفم، فصارت المظنه منزله المئنه بيسموها كده. علشان كده اعتبروا النوم برضو حدث ناقض للوضوء. ليه؟ لانه النوم مظنه الحدث، مش متأكد صحيح ان كل ما هتنام هيطلع منك ريح، دي مش اكيد، لكن نزلوا المظنة منزلة المئنة، فيقول لك يبقى النوم نقض الوضوء. جزاك الله خير. فيبقى نزلوا مظنة السكوت حال النوم حتى ولو كان نوم قليل، ما لحقتش ده انت نمت 10 دقايق ربع ساعة برضه يتأكد. وعدم سرعة خروج الأنفاس، يعني بيحصل في النوم ثلاث حاجات تخلي طعم فمك يتغير. أولا قفل الفم، إن النفس كمان يبقى بطيء شوية، لأن النفس بيهوي الرائحة برضه، فالنفس يبقى بطيء، وترك الأكل، يبقى قفل الفم وترك الأكل وبطء النفس، الثلاث حاجات دول مجتمعة تخلي الفم فم النائم يتغير طعمه. يبقى علشان كده لما يقوم يستعمل السواك. ولذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه باستواك، يشوص فاه باستواك أي يدلكه به، ولا فرق بين النوم ليلا والنوم نهارا. يبقى إيه؟ يتأكد بعد النوم مطلقا سواء كان نوم نهاري أو نوم ليل. قوله عند القيام إلى الصلاة لثالث حاجة، وثالث حاجة عند القيام للصلاة أي إرادة فعلها، ولو من قعود ولو من قعود، وإن تكررت وإن تكررت، ولو صلاة جنازة ولو صلاة جنازة، وسجدة تلاوة وسجدة تلاوة، سجدة شكر وسجدة شكر، كل ده يتأكد لأنه في حكم الصلاة. ولو صلاة جنازة ومثل الصلاة طواف وسجود التلاوة والشكر وخطبة الجمعة وغيرها. طيب فإن أحرم بالصلاة قبله، يعني أنا قلت الله أكبر ودخلت بالصلاة وكان السواك في جيبي وافتكرت إن أنا ما تسوقتش، خلاص بقى الإمام الرملي قال لك لا ممكن بحركة بسيطة يستعمله جوه الصلاة ويحطه كده، ده الإمام الرملي أجاز ذلك. فإن أحرم بالصلاة قبله لم يفعله عند العلامة الخطيب، الخطيب الشربيني، القضيب الشربيني قال خلاص ادم فاتوا يستعملوا قبل ما يدخل في الصلاه ويكبر تكبيره الاحرام خلاص ما يعملوش. عند العلامه الخطيب ويسن بافعال خفيفه عند الرملي، عند الامام الرملي قال يسن، يا الامام الرملي ايه قال لا يسن، وده كان يسموه الشافعي الصغير، كان راجل علامه كبير الامام محمد الرملي شمس الدين. العلماء بيحبوا ترجيحات الرملي، معظم العلماء اذا اختلف مع الخطيب الشربيني يحبوا ترجيحات الرملي اغلب العلماء، بس بشرط انها تبقى بافعال خفيف، مش تطلع السواك وتبريه وتعضعضه وتتف فيه ومش عارف ايه تقعد هتعمل لنا شغلانه، هي ما قالش كده برضه الامام الرملي، يعني بافعال خفيف بالراحه كده، واخد بالك؟ يعني افرض حتى تروح جايب ناس انت السواك او بالقميص بتاعك كده وانت ناوي تغسله علشان ما يزعلوش منك في البيت، عامل كده وتمشي، هتبقى عولنا بقى وتعمل لنا شغلانه، تبقى تستعمل بعد كده منظف من اللي بيعلنوا عنه اللي بيطلعوا البقع، او تلف ايدك بمنديل كلينكس، او هو اصلا السواك محطوط في جيبك جاهز، مش هتقعد تدور بقى عليه في كذا جيب وانت لابس بقى جاكيته فيها جيب جواني وجيب تعبان وناسي انت السواك في ايدك، ما تعملش بقى الشغلانه خلاص بقى، خلاص لم حال، مش تقول بقى الامام الرملي قال، الامام الرملي ما قالش كده، بيقول بافعال خفيفه. افعال خفيفه يعني ايه؟ يعني حاجه كده اللي جنبك ما يشعرش بيك، فهمت ازاي؟ ها؟ طبعا الموبايل رن وانت في الصلاه دوس عليه وقف، ها؟ هو الغالب انه بافعال خفيفه، ولا انت مش عارف استعماله الكلام ده؟ لو مش عارف بقى هتدوس على اي زرار؟
اطفيه وخلاص. اطفيه وخلاص. ممكن، بس بتحسب عليه مكالمة على الفاضي، وبعدين الفاتورة بتبقى غالية. هو اطفيه، لكن لو حصل انك نسيت تطفيه يبقى يعني قبل الصلاة يعني يبقى دوس عليه كده الغيه كنسل. ايوه، لان الصوت ده بيأذي الصلاة، بيعطل. ايوه يأذي. ما هو لو برغوت قرصك هتعمل ايه وانت بتصلي؟ اهرش. هقول لك يعني ما تهرش، اهرش وانت بتصلي. ما هتقعد يعني حاطط مخك في الحته اللي قرصك فيها، اهرش ورايح مخك. دبانه وقفت هتدخل جوه عينك، اقول لك سيبها تدخل جوه عينك عشان انت بتصلي ان الشم. فهمت ازاي؟ ما جراش حاجه. ما هو اي عمل يعين على ان الصلاه تتم بخشوع مباح. فهمت ازاي؟ اي حاجه افرض ما خلاص عندك زكام وهينزل منك قاعد ينقط، فطلع منديل بقى وامسح ونف وخلص نفسك عشان تعرف تقرا الفاتحه، تعرف تبقى بتصلي مستريح، والا قاعد بقى طول الصلاه قاعد كده وتقرف الجامع كله. ما ينفعش. يعني ديننا فيه لطافه وجمال كده، وربنا بيقدر ظروف كل واحد. فرضا او نفلا، يبقى يتاكد عند القيام للصلاه سواء الصلاه دي كانت فرض او نفل، وعلشان كده قال لك كمان يدخل فيها صلاه الجنازه، ويدخل فيها سجود التلاوه، ويدخل فيه الطواف، لان الطواف صلاه الا ان الله اباح الكلام فيه، وهكذا. تعميم في الصلاه، وقد ورد حديث صحيح ضعيف الاسناد لكنه حلو، ركعتان، وبعض العلماء يعني حسنوه. قد ورد ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بلا سواك. يا خبر، شفت ضيعت كام؟ 70 ايه؟ ضيعت كتير قوي. يبقى ركعتان بسواك خير من 70 بلا سواك، فالواحد يوضى. ولو انت بتتوضى بفرشة السنان كده، تعملها كده وتوضى، تبقى انت كده برضو الصلاة اللي هتيجي بعدها بقت ركعتين بسواك. فهمت؟ لانك استعملت السواك في حال وضوءك. يعني مش شرط يعني ايه جوه الصلاه، لان اقل السواك ان يستعمل مره في اليوم، اقل يبقى اسمك متسوك ولو مره في اليوم. واحنا دلوقتي بيعلمونا انك تدعك سنانك مره الصبح ومره بالليل. انوي بقى معاها نيه السواك علشان تبقى عباده، مش تعملها نيه النظافه، لا خليها نيه التسوك تبقى تصير عباده، ويصبح صلواتك كلها اللي بتصليها دي خير من 70 صلاه بلا سواك. خدت بالك؟ تبقى رحمه بقى. لا، ما يعملش سواك ليه طعوم باثناء الصلاه. ليه؟ لانه كانه بياكل. يعني ما تغيرش طعم ريقك بسواك وانت في الصلاه. النوع ده استعمله قبل الصلاه واتمضمض. استعمله قبل الصلاه واتمضمض. زي معجون السنان، هتسوك انا بمعجون السنان وانا بصلي، لكن ممكن اتسوك بمعجون السنان واتمضمض وانا بتوضى، ما يدورش. لا، ما بيصلش ولا حاجه، انا لسه النهار الوقت ده عشان قبل، مفيش حاجه حتى. تعالى شم. لا، ده بيفضل تاثيره الطبي مش طعمه. احنا العبره في الفقه بالطعم مش بالتاثير الطبي اللي هو النقاء الطبي. بيدي لك نقاء طبي كده علشان البكتيريا ما يحصلهاش تكاثر، مش عارف ايه الكلام ده. حلو، يقعد، لكن ملوش اثر في طعم ريحه. انت نفسك مش شاعر بيه، بتمضمض مرتين. ما تستعمل الريحه، ما تضرش. احنا بنبقى العبره بالطعم. الريحه كويس، ما يبقاش حاجه، ما فيهاش مشكله. وهذا ما احنا قلنا الدور اللي فات ده لو صباع خشن، ده لو صباع خشن، لو حته قماشه خشنه ولفتها على صباعك وعملت كده، لو خدت صباع اللي جنبك واستأذنته لو سمحت بس صباعك، خدت فرن السواك، بس ما يكونش مقطوع، عشان لو مقطوع ندفنه احسن. خدت بالك؟ اكرام الميت دفن. لو سايبه اثر طعم في فمك يبقى لازم تتمضمض، والا تبقى بتاكل وانت بتصلي. يعني انا حطيت شويه حاجه مسكره في بقي
وبعدين لسه طعم السكر في فمي، ما اخشش في الصلاه اقول الله اكبر وابلع ريق مسكر. ما هو اصل ينقض الصلاه ما ينقض الصيام، لان الصلاه داخل فيها صيام، لان من مفصلات الصلاه الاكل والشرب فيه. فهمت ازاي؟ اي حاجه تزيل الطعم. ان شاء الله تقعد تلوك لسانك كده كذا مره لحد ما ريقك يكتر، وتبلعه مرتين ثلاثه لحد ما يروح الطعم يمشي. المهم ميبقاش فيه طعم اثر، واخد بالك، لطعم الطعام، بقايا الطعام او الشراب في فمك. فهمت ازاي؟ بس هو ده الهدف. وقد ورد ركعتان بسواك خير من 70 ركعة بلا سواك، وهذا لا يقتضي تفضيل صلاة المنفرد بسواك على صلاة الجماعة. ما تفتكرش ان انا اما اصلي منفرد بسواك افضل من صلاة الجماعة بغير سواك، مع ان دي 27 درجة ودي 70. لا، لان ممكن تكون الدرجة بتاعت الصلاة المنفرد ب10، فبضربها 10 في 70، وممكن الدرجة في صلاة الجماعة ب1000 وبضربها في 27. فهمت ازاي؟ ما انت ما تعرفش الدرجه قدرها ايه يعني. ممكن تبقى بالجنيه المصري والثانيه بالدولار او باليورو. انت ما تعرفش الحكايه ماشيه ازاي، فربك بقى سيبها، هو اللي بيقدرها سبحانه. وهذا لا يقتضي تفضيل صلاه المنفرد بسواك على صلاه الجماعه، وان كانت درجاتها 27 او 25، لخبر صلاه الجماعه أفضل من صلاة الفرد أي المنفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة، لأن درجات صلاة الجماعة قد تعدل الواحدة منها كثيرا من الركعات بسواك. واضح؟ ويتأكد أيضا، غير بقى الثلاث مواضع اللي هو تغير الفم من أذن وغيره، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام للصلاة، اللي هي الثلاث مواضع اللي قالهم دول، يتأكد أيضا في مواضع أخرى. كما يتأكد في هذه الثلاثة، فقول المصنف في 3 مواضع ليس بقيد مما هو مذكور في المطولات بيان لغير الثلاثة المذكورة، وقد مثل لذلك بمثالين وأشار بالكاف إلى بقيتها كإرادة النوم. يعني عند إرادة النوم تعمل السواك، مفيدة صحيا حتى عشان لو في بقايا طعام ما يتعفنش جوه فمك، فأول ما تبتدي هتنام. والوقت الأطباء يقول لك ادعك سنانك قبل ما تنام، ما هو نفس الحكاية يعني. السنة هي كده برضه، أي حكمة تيجي تدور تلاقي السنة قايلها لك من الأول. فهمت ازاي؟ يبقى كإرادة النوم، وعند الوضوء، يعني عند إرادة الوضوء وقراءة الحديث النبوي ودرس العلم اللي احنا مثلا بنديه ده، أو درس أو ذكر، والذكر هتقعد تصلي على النبي عشان بقى ليله الجمعه بقى وجبت كام كتاب في الصلاه على النبي وقاعد بقى عايز ايه تعمل شغل، يبقى يسن السواك. فهمت؟ هتقعد تذكر ربك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مره، تستعمل السواك، يبقى مطلق الذكر، وكذا درس العلم. وعند دخول الكعبه، وعند دخول الانسان بيته، جاي من الشارع طبعا وتراب الشارع والدوشه وبتاع، اول ما تدخل بيتك بقى مراتك هتسلم عليك، ولادك يجوا يتعلقوا في رقبتك فرحانين بيك عايزين يبوسوك، يبقى تستعمل بقى السواك عشان يبقى ايه؟ مش يقول لك ايه ده؟ ايه القرف ده يا بابا؟ هو طبعا القرف من الدخان اللي انت قاعد تدخنه طول النهار، مش الشارع ده، الشارع ده قرح. الدخان بقى، ريحه الدخان والسجاير مخليه بقى الريحه وحشه. فيبقى عند دخول المنزل برضه يسمى السواك. وعند جماعه لزوجته وامته برضه قبل الجماع علشان ما يبقى ريحته حلوه كده، ما يبقاش يتأفف منهم. وعند اجتماعه باخوانه، وما يقعد كده في اجتماع مع الناس يبقى برضه ريحه فمي جميله. وعند العطش والجوع، لان في العطش الزائد برضه بيخلي الريق لذذ، يقوم يغير طعم الفم، فيبقى برضه يستعمل السواك. وعند الجوع برضه نفس الحكايه. وعند الاحتضار، يعني حاسس انه بيطلع في الروح بقى وهيموت، النزع الاخير، يقول لك ان السواك بيعين خروج الروح بسهوله دي، فيتسوق. والنبي كان يستعمله في مرض وفاته كثيرا، فكلما اشتد عليه الم المرض، حتى ستنا عائشه خدت السواك وبلته له برئها وعضعته له باسنانها وادته للنبي صلى الله عليه وسلم يستعمله وهو في فراش المرض. وعند الاحتضار، مش انت تروح تدي السواك لواحد عيان تقول له خد قبل الاحتضار، تقوم تبشر عليه،
هو بقى يستعمله معلش، ما تروحش تتبشر على عباد الله. وعند الاحتضار ويقال انه يسهل خروج الروح، وفي السحر وإرادة الأكل، وبرضه قبل الأكل تستعمله عشان تغير ريقك كده ويجي الأكل يبقى إيه، يدخل على نظافة. وبعد الوتر، وبعد الوتر علشان تملي الوتر آخر حاجة وبعديها نوم. وإرادة السفر، وعند القدوم من السفر منه، فإن لم يقدر على جميع ذلك استاك في اليوم والليلة مرة، يبقى خلاص أقلها مرة في اليوم والليلة. وفيه فضائل كثيرة وخصال عديدة، أعظمها يعني فضائل بقى التسوق ده، أعظمها أنه مرضى للرب وأنه مسخطة للشيطان. أصل الشيطان يحب أي ريحة نتنة، يا يبقى متمزج منك، واخد بالك؟ وربك يحب الروائح الجميلة، والملائكة يحب الروائح الجميلة، فهو مرضى للرب، مسخطة للشيطان، ومطهرة للفم، مطيب للنكهة اللي هو النفس يعني ريحة النفس، مصف للخلقة، يعني حتى خلقتك كده تبقى صافية، وانت ايه تيجي تتكلم كده تبان سنانك تلاقيها نصاعة البياض، يبقى شكلك كده مش ايه، مش يعني يسموه ايه، اقلح، اقلح يعني اسنانه مسترة من اثر الشاي والقهوة والسجاير وعليها طبقة كده زبالة، لا يبقى شكله كده راجل حاجة جميلة كده. عشان كده هو مصف للخلق، مزك للفطنة، ويقول لك برضو ايه، تملي الاسنان نظيفة وبقه نظيف وريحته حلوة بيبقى ذكي، وتملي الغبي كده تلاقيه شوف العيال المتخلفة عقليا، روح كده تتفرج عليه تلاقي بقهم مليان بقايا قفل، خدت بالك؟ انما روح انت كده في الحتت اللي العيال فيها اذكياء ونبهة تلاقي بقهم نظيف كده، فهو ايه برضه يعني علامة للفطنة والذكاء والحاجات دي كلها، مذكر للفطنة والفصاحة. ولما يبقى ريحة فمك نظيف وكويس تقوم يعينك اما تتكلم، حتى يبقى كلامك شغال كده ولسانك بيتحرك بسهولة، مش ايه، مش تيجي تتكلم تلاقي حتة لحمة تروح موقف كلامك وشغال بلسانك تسلك، واخد بالك ازاي؟ او رزاية من اول امبارح محفورة في حتة وتطلعها شغلانة بقى، هتلاقي نفسك مش عارف تتكلم، كل ما تتكلم لسانك قاعد يشتغل، فهمت ازاي؟ يضايقك، فما فيش فصاحة بقى، فين الفصاحة؟ انما تبقى راجل بتتسوق تبقى بقك كده نظيف، تلاقي الكلام طالع وما فيش حاجة شغلاه، حتى وانت بتصلي تلاقي الذكر شغال وانت مش قلقان. اصل لسانك ده اكثر عضو في الانسان بيسموه ايه، البني ادم اللي بيبقى حشري ده بيسموه ايه، حشري، او يكون بيسموه ايه، فضولي، اكتر عضو فضولي في الانسان لسانه ده، يا يقعد بقى يراقب البق كله من فوق ومن تحت ومن بره ومن جوه والسنان واي حاجه مش عارفه يفضل وراه وعايز ينخع، بيقول لك اكتر عضو فضولي في الانسان هو اللسان. فعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم سن لنا السواك والتخليل، انك الخل ده عشان اي، عشان تريح لسانك، لان لسانك اداه الذكر وهو عضو فضولي، فريحه بقى عشان يبقى ما فيش باله الا للذكر، انما هتقعد تشغله، جاي يذكر يلاقي حته لحمه الناحيه دي، يجي يذكر يلاقي رزايه الناحيه دي، يجي يذكر يلاقي حته من البطيخه الناحيه، هنا قشره لبايه، هنا انت شغلانه بقى، هيذكر امتى؟ هو عايز ينظف المنطقه الاول فانت تنظفها، عشان كده معين للذكر ومعين للفصاحه. شوف جمال السنة حاجة جميلة، يعني تلاقي نفسك السنة بتخليك كده على الفطرة، قاطع للرطوبة، محد للبصر، يقول لك يقوي البصر، مبطئ للشيب، وبيقولوا برضو انه بيبطئ الشيب، مسوّن للظهر يعني يخلي العجز ما يجيش بدري، مضاعف للأجر، مرهب للعدو. انت عارف في قصة الغزوة اللي من الغزوات في شمال افريقيا استعملوا السواك، العدو من بعيد شافهم بيقطعوا الشجر وقال لك ايه ده، دول بياكلوا الخشب، ده جه احنا هنقدر عليهم دول، فاستسلموا، فوقع الخوف في نفوس الاعداء. يبقى مرهب للعدو او سنوا اسنانهم عشان ياكلون، ومهضم للطعام، برضه بيقول لك في عصارة الاراك ده بالذات، في عصارة كده بتهضم الطعام، بتساعد على هضم الطعام.
مراقب للشيطان، يعني بيذل الشيطان، لان الشيطان يبقى قاعد على الوساخه اللي بين السنان دي مبسوط بيها ببساطه، لكن اول ما تشيلها انت ما يلاقيش حاجه يقعد عليها. مذكر للشهاده عند الموت، وبرضه مذكر للشهاده، كل دي فضائل استعمال السواك. وقد اوصلها بعضهم الى نيف وسبعين خصله، يعني بعضهم قاعد يعد لك لما وصل لك حاجه وسبعين ايه فضيله من الفضائل في استعمال السواك. الرطوبه اللي هي يعني البرد، واخد بالك ازاي؟ وممكن يبقى رطوبه الفم اللي هو كثره الريق، الرياله، يعني يقلل الرياله. في بعض الامراض كده تلاقي واحد عنده ريق كتير قوي لدرجه ان ما يلحقش يبلعه يريل، فهو بيقطع هذه الرطوبه، رطوبه الفم، يعني بيقلل، لانه في ماده قابضه زي الشبه. عارف انت الشبه لما يبقى واحد ريقه نازل وريالته كتير قوي يقول له ايه اتمضمض بشبه عشان ايه ينشف ريقه شويه، زي في مرض كده اسمه باركنسونيزم اللي هو الشلل الرعاش. تبص تلاقي البني ادم يفقد قدرته على عضلات فمه، فتلاقي فمه باستمرار مفتوح منه موارب كده مش عارف يقفله، والبلع عنده يبقى صعب، فيقوم ريقه يتكوم وينزل منه. شوف انت ناس عواجيز كده اللي بيتعش كده وتلاقي ريالته ناس. فالسواك بيعين على انه يقطع هذه الرطوبه، يقللها شويه. قوله كقراءة القرآن ويكون قبل التعوذ للقراءة، ده السواك. واصفرار الأسنان وهو المسمى بالقلح بفتح القاف واللام، يعني لو واحد أسنانه اصفرت واتغيرت يبقى برضه إيه آكد إنه يستعمل بقى السواك. ويسن أن ينوي بالسواك السنة، عشان إحنا قايلين إن النية شرعت لتمييز العبادة من العادة، يعني طول عمر الناس حتى الأجانب بيدعكوا أسنانهم، واخد بالك؟ فهي عادة، عادة نظافة وعادة طبية كويس، لكن اللي هيميزها وينقلها من العادة للعبادة النية. يبقى ايه؟ تنوي بقى السنة. ويسن أن ينوي باستواك السنة بأن يقول، لأن الشافعية عندهم يستحبوا التلفظ بالنية عموما في مذهبهم مطلقا. الملكية لا يجيزون ذلك ويعتبروها بدعة، واخد بالك ازاي؟ لكن الشافعية بيحبوها. لكن لا عمر ما الملكية اتخانقوا مع الشافعية، ولا عمر الشافعية اتخانقوا مع الملكية. انما اليومين دول الشباب بتوع اليومين دول لو قال لك بدعه ضلاله في النار يودي الناس في ده ويتخانق. عمر طول عمر الفقهاء اما يختلفوا يحترموا بعضهم، واخد بالك؟ لكن للاسف ما بقوش ايه دلوقتي الشباب دول اللي هم طالعين اليومين دول، ومش شباب على فكره، منهم شيوخ، بس ايه فكرهم مبني على عدم احترام الراي الاخر، واخد بالك؟ هو مبنى كده قول واحد، ولا قول واحد اجمعت الامه، ولم نسمع ان احد من الصحابه فعل، ولم لم يفعل ولم يقل، يضيق لك الدنيا، يخليك بتبص في الدين ده من خرم ابره. حاجه غريبه، وتلاقيه تمام مكشر خايف لحسن لو ضحك يشرك، تبقى شرك ولا حاجه، ده مؤاخذه. فالشافعيه عندهم ايه؟ التلفظ بالنيه ده مستحب. يقول لك بدعه مستحبه، الشافعيه يقولوا التانيين يقول لك ما فيش حاجه اسمها بدعه مستحب، بيتغاظوا من الشافعيه، معلش ما يجراش حاجه. بأن يقول نويت سنة الاستياك، لأنه أصل اللسان يعين استحضار القلب، أدي الحكاية كلها، وإحنا قايلين إن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. الوسائل في القاعدة عندنا كده، في قاعدة في مذهب الشافعية يقول لك الوسائل تأخذ حكم المقاصد. فإذا كانت النية أمر مقصود ومطلوب ومحلها القلب، واخد بالك؟ واللسان يعين ان القلب يستحضر، فما فيش مانع ان انا استعمل لساني كمقصد، واخد بالك؟ كوسيله تؤدي الى المقصود، فاهم؟ لان انت لما بتقول بلسانك وتيجي تستعمل السواك ويمر نص ساعه تقول يا ترى انا نويت ولا لا، تقوم تفتكر تقول اه ده انا قلت، يبقى لسانك يفكرك اكثر من قلبك، خدت بالك ازاي؟ في كل استعمال علشان تتكرر النية وياخد ثواب اكتر كل مرة. يكفي استحضارها بالقلب، يعني لو استحضرتها بالقلب تبقى برضه شافعي يعني، لكن هو لو نويت بلسانك علشان يعين القلب، لكن لو قلبك حاضر وجاهز. انا شافعي على فكرة، عمري ما بتلفظ بالنية، نادر، مع ان انا شافعي من اكتر من 25 سنة، واخد بالك؟
لا يعني عودت قلبي كده ان انا وانا بصلي كده استحضر في قلبي انا بصلي ايه دلوقتي بالظبط في قلبي كده مع تكبيره الاحرام، وانا بتوضى برضه نفس الحكايه، وانا بغسل وجهي استحضر فرض الوضوء بقلبي بحيث اما يتوضى جنبي واحد ملكي ما يزعلش مني ولا من شاف ولا من دير، واخد بالك؟ لكن لو تلفظت ما يجراش، بس ما تتلفظش جنب العيال اياهم دول عشان هيتعبوك في الميضه ويمكن يضيعوا عليك صلاه الجماعه، ويحبسك في الميضه جوه يقعد يتناقش معاك يقول لك انك انت ابتدعت وهتروح في داهيه وفي النار والناس بتصلي جوه وانت هيضيع وقتك، فاحسن لما تتوضى جنبهم ما تجيبش سيره بلسانك خالص. ويسن ان ينوي بالسواك السنه بان يقول نويت سنه الاستياك، فلو استاك اتفاقا من غير نيه، يعني اتفاقا كده هو متعود على طول انه يصحى الصبح يدعك سنانه ويتمضمض ويتشطف ويخرج يروح شغل، يبقى يعني اتفاقا بغير نيه لم تحصل السنه فلا ثواب له، ومحل ذلك ما لم يكن في ضمن عباده، يبقى يحتاج السواك لنيه منفصله لو ما كانش في ضمن العباده، فهمت ازاي؟ يعني قبل قراءه القران يبقى يسن، لكن انا استكت بعد ما قلت بسم الله نويت الوضوء ورحت ماسك السواك واشتغلت يبقى دخل في ايه؟ في الوضوء بقى من ضمن العباده مش محتاج نيه منفصله. فهمت ازاي؟ ومحل ذلك ما لم يكن في ضمن عباده كان وقع بعد نيه الوضوء او بعد الاحرام بالصلاه على ما قاله الامام الرملي. الامام الرملي لسه قايل لك بس بعمل خفيف يبقى مش محتاج لنيه. وإلا فلا يحتاج لنية لأن نية ما وقع فيه شملته. وبعدين أما يستك يستك بيمينه مش يستك بشماله، لأن العادة إحنا قلنا في الاستنجاء أنت بتستنجي بيمين بيسارك علشان الشمال ربنا جعلها للقذر والحاجات دي وجعل اليمين للحاجة اللي فيها تكريم، فقال لك لا السواك تكريم بالرغم أن هو فيه إزالة بعض القذر إلا أنه تكريم وما فيش مباشرة للقذارة بإيدك لأنه ده بآلة، فيبقى يسن فيه التيمم باليمين. لا أبدا مش شرط، الأفضل يعني باليمين لكن مش حرام بالشمال. افرض واحد عايز يعد فبيستعمل إيديه الاثنين ما يجراش حاجة. خد بالك إزاي؟ ما يجراش حاجة. بيعد عدد كبير يعني. وبعدين أنت أصلك حرمت له يستعمل السبت. فبقى قاعد محتاج قاعد بقى بيقعد بايديه ورجليه وعايز يقول 100 واخد بالك وانت قايل له اوعى تستعمل السبحه وقاعد مراقبه فسيبه بقى يستعمل ايديه الاثنين لا والشمال لا كمان ورجلك لا وايديك لا يروح لامم عزاله وتنه مروح وبطل ذكر واخد بالك هم نكد كده بيحبوا ينكدوا عني مش عارف ليه ما فيهاش حاجه يعني وأن يستاك بيمينه أي لأنها للتكرمة وليست مباشرة للقدر وبهذا فارق الاستنجاء ونحوه ويسن أن يجعل الخنصر من أسفله والبنصر والوسطى والسبابة فوقه والإبهام أسفل رأسه يعني كده شايف أو الخنصر أو تحت والبنصر والوسطى والسبابة فوقيه والإبهام قرب رأسه اهو خدت بالك ويبتدي يشتغل ادي المكة يعني واخد بالك ازاي ها ما يجراش حاجة في ناس تمسكه كده ما يجراش حاجة يمسك. المهم يستكوا خلاص لكن كده لما بيمسكه كده بيبقى شيك يعني بيبقى شكله كده شياكة يعني واخد بالك ويسن أن يجعل الخنصر من أسفله والبنصر والوسطى والسبابة فوقه والإبهام أسفل رأسه ثم يضعه بعد أن يستاك خلف أذنه اليسرى. الصحابة ما كانش ليهم جيوب فكان بعد ما يستاك يروح حاطه إيه؟ زي الكمساري بتاع زمان كده فاكر أنت؟ يحط القلم كده على والرسول قايل كده صلى الله عليه وسلم إنه يشيل القلم برضه والريشة يقول له لأنها أذكر للكاتب. هو دل على هذا في حديث ضعيف يعني. ولما قال له عور الميم وكبر يعني كان بيوجه الكاتب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخليهم يكتبوا القران وهو امي يقول له اعمل كذا واعمل كذا وزود المحبره وحط دي على البدايه
شغلانه كده، كان يعني بيعلم الكتاب ازاي يكتبوا صلى الله عليه وسلم. ثم يضعه بعد ان يستاق خلف اذنه اليسرى لخبر فيه، واقتداء بالصحابه، واستحب بعضهم ان يقول في اوله: اللهم بيض به اسناني، وشد به لثاتي، وثبت به لهاتي، وبارك لي فيه يا ارحم الراحمين. ويسن بلع الريق عند ابتدائه، عند ابتداء فعل السواك، وان لم يكن العود جديد، او يكره وان لم يكن العود جديدا. يبقى يسن بلع الريق الاول ليه؟ علشان ما يبقاش يختلط بالرياله كده وتقرف انت حتى منه. ابلع بقى ريقك عشان يدخل السواك كده بنظافه. انما يبقى ريقك مليان وتدخل السواك يختلط بريقك، انت نفسك يمكن تقرف من نفسك. كل دي حاجات كده فيها ذوق يعني. ويسن بلع الريق عند ابتداء فعل السواك وان لم يكن العود جديدا. لانه الناس قال لك لو العود جديد، واخد بالك؟ يعني لو العود جديد يعني ممكن تسيب ريقك شويه عشان يرطبه، لانه بيبقى ناشف. ويكره ان يزيد طول السواك على شبر، شبر يعني 20 سم كده، ما يزيدش عن 20 سم. لما قيل ان الشيطان يركب على الزائد. ويسن التخليل قبل السواك وبعد. التخليل اللي هو بالخل كده، تسلك سنانك لو في اي اثار، لان كل الحاجات دي برضه بتعمل نوع من العفونه، وبتجعل الملائكه حتى يعني تنفر من المصلي. ويسن التخليل قبل السواك، والتخليل دي سنه منفصله عن السواك مكمله ليه. ويسن التخليل قبل السواك وبعده ومن اثر الطعام. برضه من اثر الطعام، والناس كلها بتبقى عندها حتى عاملين الخل الخشب ده وعاملين الحاجات دي، تلاقي حتى في المطاعم حاطينها لك كده. لما قيل من ان من واظب على الخشبتين اي الخلال والسواك امن من الكلبتين. الكلبتين اللي هي عارف اداه خلع السنان، الكماشه بتاع الكلابه دي. فيقول لك اللي بيواظب على التخليل والسواك يامن ان يتحط الكماشه دي جوه بقه ويخلع سنانه، يعني مش هتسوس. فهمت ازاي؟ امن من الكلبتين، يعني يامن التسوس يعني. ويستحب كون، وكان زمان بقى خلع الضرس ده يعني فظيع، لانه ما كانش في بنج عندهم. ما كانش في بنج خالص، كانوا يربطوه في الكرسي وعشان ما يعملش وشغلانه، وساعات يربطه في فتله ويربطها في الباب ويروح رازع الباب كده تروح. شغلانه يعني رهيبه. ربنا ينجينا يا اخي. فبالسواك كان ايه الوقت البنج يعني، ربنا رحم الناس بالبنج الحقيقي. العجيب ان اول من اكتشف البنج طبيب اسنان. الماني هو اول من اكتشف ان في حاجه اسمها تخدير تخدر العصب استعمل، لان كان زمان حتى الامام الشافعي بيقول: لخلع ضرس وضرب حبس وعظم الف وضرب الف وضرب الف بحبل قلفي، يعني بينقي لك الحاجات الصعبه يعني. ضرب حبس وخلع ضرس حاجات الصعبه قوي الامام الشافعي. وعظم الف يعني لما تعدم واحد انت بتحبه يموت يزعل برضه حاجه شديده. وضرب الف بحبل قلفي وتشوف واحد حبيبك بيتضرب بحبل غليظ، كل الحاجات دي صعبه على الناس، واخد بالك؟ اهون من وقفه الكريم يرجو نوالا بباب نحس. ده الامام الشافعي ليه اشعار جميله كده. والسواك بيقول لك الخلال والسواك امن من الكلبتين، ويستحب كون الخلال من عود السواك او من الخل المعروف، ويكره بنحو الحديد عشان بيعمل دم بقى ايه وينجس. ولما يتسوك ويبدا بالجانب الايمن من فمه، يبدا بالجانب الايمن من فمه، يعني يبدا كده من جوه على الوسط ويبدا من هنا على الوسط، ويبقى عرضا، لان لما يعمل بالطول كده يعور اللثه. يبقى الخل بالطول والسواك بالعرض، يبقى كده نظف تماما، خدت بالك؟ ويبدا بالجانب الايمن من فمه اي الى نصفه، ويثني بالجانب الايسر الى نصفه ايضا من داخل الاسنان ومن خارجها، يعني من الخارج ومن الداخل كمان اللي هو من جهه الفم يعني. وان يمره على سقف حلقه،
امرار خفيف كده على سقف حلقه، علشان ساعات يبقى فيه بقايا طبقه من الطعام او حاجه كده لسه، بالذات لما تبقى ربنا كده يكرمك وتاكل مثلا ضاني ولا حاجه، واخد بالك، او حاجه دسمه، تلاقي تعمل لك ايه اثر برضو كده، خصوصا ان العرب كتير كانت عايشه على على اكل الخراف والضاني والحاجات دي، فكان بتعمل برضو الشحومه دي، فكان يعمل كده على سقف حلقه يوم ينضف. وان يمره على سقف حلقه اي بعد امراره على كراسي اضراسه، وكراسي الاضراس يعني اللي فوقيها طولا وعرضا، يعني بالطول كده وبالعرض على كراسي الاضراس، وعلى بقيه اسنانه عرضا، وعلى لسانه بالطول برضه، لان اللسان انت عارف محبحب كده، فبرضه اما تمثل عليه اللي بتاع يقوم اي بقايا اكل جوه، في بعض الناس تلاقي ايه لسانهم يعني الحبحبه فيه عميقه شويه، ده اللسان ده شغلانه، كل واحد ليه شكل في لسانه، عامل زي بصمه الصباع، مفيش واحد لسانه زي التاني ابدا، حاجه عجيبه يعني. فبرضه ايه يمر بالطول كده على اللسان. وعلى لسانه طولا، فالشارح لم يرتب ولم يكمل، وقوله امرارا لطيفا اي لا شديدا بحيث لا يتاذى بذلك، مش يعمل كده ويقعد يقرف، لا بالراحه كده بالراحه على نفسه، وبعدين ما يتكاش جامد يقوم يشلب دم، واخد بالراحه يعني الرحمه حلوه، ده بقك برضه مش بق الاعداء. وعلى كراسي أضراسه أي طولا وعرضا، وعلى بقية أسنانه عرضا، وعلى لسانه طولا لا عرضا، فيكره في طول الأسنان وعرض اللسان، فما وقع في المحش من قوله وعلى لسانه عرضا خلاف الصواب، لأن استعماله في اللسان عرضا مكروه كما علم. ومبروك عليك، وهنوصل للوضوء، فصل في فروض الوضوء، الحمد لله طولت العمر تبلغ الأمل، وصلنا كل اللي فات ده كنا عشان نوصل للوضوء، بقى لنا قد ايه من شوال بنكافح عشان نوصل للوضوء، من شوال احنا بدأنا بعد شوال تقريبا، مش كده؟ بعد رمضان يعني، ما احنا بدأنا بعد رمضان. فصل، هذا الفصل هو اول مقاصد الطهارة، كل اللي فات ده كان وسائل ووسائل الوسائل، كل اللي فات ده بقى لنا من شوال لحد دلوقتي بنتكلم في الوسائل ووسائل الوسائل، وسائل الطهارة اللي هو زي الماء وأنواعه، واتكلمنا على أنواع المياه، وبعدين اتكلمنا والتراب والاستحالة اللي هو التحول، زي الخمر تتحول إلى خل، وزي الدم يتحول إلى مسك، وزي العصارة الهضمة في الحوت تتحول إلى عنبر، كل ده يطهرها، واخد بالك، وبعدين الدباغ، وبعدين الاكثار، حاجات كل دي وسائل، وبعدين وسائل الوسائل اللي هي الانيه، اتكلمنا على الانيه، وترك لك وسيله من وسائل الوسائل هيجيبها لك في الاجتهاد، ما قالهاش هنا لانه مختصر، في الكتب الكبيره جايبها اللي هي الاجتهاد من ضمن وسائل الوسائل ايضا، الاجتهاد يعني اذا اختلط امامك ماء صالح للوضوء وماء غير صالح للوضوء، وجب عليك ان تجتهد تشوف اني واحد فيهم الصالح. دي وسيلة من ضمن الوسائل أيضا. وبعد كده دخلت بقى في المقاصد، ومقاصد الطهارة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، مش كده برضه؟ طيب، هذا الفصل هو أول مقاصد الطهارة، وإنما قدمه على بقيتها لأنه أكثر غالبا. ليه بدأ بالوضوء؟ لأنه أكثر، هيبتدي بالغسل، وأنت بتغتسل ولا بتتوضأ أكثر؟ أني أكثر؟ بتتيمم اكتر ولا بتتوضا اكتر؟ الوضوء اكتر حاجه، يوم يبتدي لك بالحاجه اللي هي اكتر حاجه. وفرض الوضوء مع الصلاه ليله الاسراء، لكن مشروعيته سابقه على ذلك، يعني هو كان مشروع من قبل ليله الاسراء، مشروع قبل ذلك، لان النبي كان بيصلي برضه قبل ليله الاسراء، بس كان بيصلي صلاتين مش خمس صلوات، وكان بيتوضا لها برضه، لكن على سبيل الاستحباب للفرض، لكن بعد كده فرض مع الصلاة. لكن مشروعيته سابقة على ذلك، لأنه روي أن جبريل أتى له صلى الله عليه وآله وسلم في ابتداء البعثة فعلمه الوضوء، ثم صلى به ركعتين، وهو يعني الوضوء من الشرائع القديمة، وكان الوضوء في الشرائع القديمة خاص بالأنبياء مش بأتباع الأنبياء، خاص بالأنبياء بس، هم اللي يتوضوا، أتباعهم مش مشكلة، المهم بس ايه يتقوا الله ويريحون، مش مهم يتوضوا.
لحد ما جت امه النبي بقت تتوضى زي بقيه الانبياء. روية لا تبقى ضعيفة، صيغة تضعيف، أصل روية لأنه أخبار إسرائيليات، واخد بالك إزاي؟ بس الفقهاء ما يراعوش الحتة دي، خد بالك، ساعات يقول لك قيل في القول القوي، لأنهم مش ما يغلبش عليهم الحديث. فهمت إزاي؟ الفقهاء اللي ما غلبش عليهم الحديث ما يراعيش حكاية صيغة التمريض والتضعيف في الرواية. ساعات يقول لك روية وهي تضعيف عند المحدثين، ويكون بيحكي بها قول محقق. فهمت إزاي؟ فما تاخدش من كتب الحديث تضعيف وعدمه الا اذا صرح لك من كتب الفقه يعني. ايه ده؟ لا لا مش شرط كل الاسرائيليات تبقى مكذوبه. احنا بنقول رويه دي صيغه تضعيف. مش شرط تبقى اسرائيليات، صحيح حتى ممكن يبقى ضعيف مروي عن النبي باسناد ضعيف. لا مش على طول، ما احنا ده احنا قعدنا فيها. بس احنا قلنا لا لا مش مطلقا. انت تشوف المصنف بيراعي هذا في تصنيفه ولا لا؟ ما هو ساعات المصنف يقول روية على ويقصد بها قال، ويقصد بها القول المحقق. ما هو انت شوف المصنف اصلا نظمه ايه؟ نظامه ايه في تأليفه؟ فهمت ازاي؟ مش كل العلماء بيراعي الحته دي، بعض العلماء بيقولها في المقدمه على فكره. فاذا قال في المقدمه واسوق الضعيف بصيغه التمريض يبقى امشي معاه على كده، كل ما يجيب لك صيغه التمريض يبقى هو قايل لك من الاول. فهمت ازاي؟ اسمها صيغه تمريض او تضعيف. على لانه روي ان جبريل اتى له صلى الله عليه واله وسلم في ابتداء البعثه فعلمه الوضوء ثم صلى به ركعتين، وهو من الشرائع القديمه لخبر الحديث ده. الخبر ده بقى قايله ايه في صحيح مسلم؟ هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبل، لانه اتي بوضوء صلى الله عليه وسلم فتوضا مره وقال هذا وضوء لا تصح الصلاه الا به، ثم توضا مرتين وقال هذا وضوء يؤتى صاحبه اجره مرتين، ثم توضا ثلاثا وقال هذا وضوئي ووضوء الانبياء من قبل. يبقى ده افضل حاجه. والخاص بنا الكيفية المخصوصة. هل الخاص بنا كيفية مخصوصة؟ يعني كان الأنبياء السابقين بيتوضوا بكيفية مختلفة، ولا هي نفس الكيفية؟ الله أعلم. قال لك أصل إحنا بنبعث غر محجلين من أثر الوضوء. طب والأنبياء التانيين هيبعثوا غر محجلين من أثر الوضوء؟ واخد بالك ولا لأ؟ الرسول ما قالش، هو قال لنا إن كنتوا هتبعثوا غر محجلين من أثر الوضوء، علشان يميزنا صلى الله عليه وسلم من باقي الامم. فهمت ازاي؟ وعشان كده ندب لنا اطاله الغره والتحجيل، علشان يبقى الحته المنوره فيك اطول واكثر. فهل الوضوء بتاعنا ده ليه كيفيه مخصوصه عشان كده نبقى غر محجلين بيه، ووضوء الانبياء السابقين ليه كيفيه مختلفه عشان كده ما يبقوش غر محجلين ام لا؟ ما نعرفش. ويمكن الانبياء تبقى غر محجلين لانهم امه النبي برضه. ما هو جميع الأنبياء مسلمين وأمة النبي، فما فيش ما يمنع إن جميع الأنبياء تبعث برضه غر محجلين، لكن كل نبي هيبقى إيه مع أمته، مع من تبعه، لأن الرسول بيقول في الحديث اللي رواه ابن عباس: عُرض علي الأنبياء، النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي وليس معه أحد. واخد بالك؟ وبعدين حتى عرض الي اسوده عظيمه، يعني خيال مجموعه ناس جايه زي النمل، فقلت انها امتي، فقيل انها امه موسى، ثم نظرت الى الافق والافق فوجدت امه اعظم، وقيل هذه امتك. واخد بالك؟ فانتم الاخرون الاكثرون يوم القيامه، دي امه النبي صلى الله عليه وسلم. والخاص بنا الكيفية المخصوصة أو الغرة والتحجيل لحديث أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، بس بدون إسراف يعني. كان سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبو هريرة كانوا يتوضوا لحد بطنهم عشان يطولوا يعني، ويغسلوا رجلهم لحد ركبهم، بس بلا إسراف يعني. وظاهر هذا الحديث اختصاص هذا الوصف بمن وجد منه وضوء، لكن طرده بعضهم حتى في السقط،
في السقط اللي هو الجنين اللي سقط من بطن امه قبل زمانه، يقول لك عليه سقط. السقط هو الجنين. انا جبت لك بقى من القاموس شويه حاجات كده متعلقه بالكلمه دي، يقول لك ايه السقط؟ الجنين يسقط من المراه قبل تمام بضم السين والتشديد، السقط. والسقط ما يسقط من الندى والثلج، وما يسقط من الناس وهم ماشيين، حاجه وقعت من الناس سموها السقط بفتح السين والتشديد. والسقط، السقط بالكسر بقى، من كل شيء طرفه وجانبه، ده السقط بالكسر، من اي حاجه يبقى طرفه وجانبه، وجناح الطائر لانه جانبه يسمى سقط برضه. والسقط الرديء من الطعام والمتاع واحشاء الذبيحه، يقول لك بيبيع سقط اللي هو منبار يعني، فشه ومنبار يسموه سقط بفتح القاف. وكذلك الخطأ في القول، يقول لك سقط سقطه. سقط يعني ايه؟ اللي هي الاخطاء في القول. وكذلك وساقطه، واخد بالك ازاي؟ المراه اللعوب يسموها ساقطه، وهكذا. كل ده لكن السقط بالضم والتشديد هو الجنين اللي نزل من بطن امه قبل تمامه. فقال لك حتى الجنين ده في بعض العلماء طرده، وقال لك الجنين اللي نزل من بطن امه قبل تمامه ده السنه فيه ان يغسل، فاذا غسل يبعث يوم القيامه غر محج البر. في بعض العلماء قالوا كده. ومن وضعه الغاسل، وبرضه افرض واحد اسلم، كان كافر اسلم، وبعد ما اسلم طلعت روحه ومات ولسه ما توضاش. فهمت ازاي؟ فهيبعث غره محجلين ازاي؟ يقول لك ما هو الغاسل هيوضيه. مش الغاسل هيوضيه، يبعث برضه غره محجل يوم القيامه. ومن وضعه الغاسل وجعله منقبة لهذه الامه مطلقا. هو خلاص الاذان؟ في فروض الوضوء، يعني هذا الفصل في فروض الوضوء اي وسننه. لأن المصنف تكلم عليها أيضا، ففي كلام الشارح حذف الواو اللي هي وا، وما عكفت اللي هي السنن، يعني حذف كلمة وسننه. فاندفع ما قيل لو أسقط لفظ الفروض لكان أولى وأنسب بما بعده، وهو يعني الوضوء ده، أي الوضوء وهو مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة. يبقى مأخوذ منين؟ من الوضاءة وهو الحسن والنظافة. ستنا ام معبد وصفت نبينا، قالت ايه لما شافته؟ لما راح في الكافيتيريا بتاعتها في خيمه ام معبد، كانت عامله كافيتيريا على الطريق كده استراحه زمان، بس كان زمان الكافيتيريات خيم ايام النبي، علشان المسافر ينزل عند الخيمه بتاعتها تدي له شويه لبن بتاعه ويديها اللي فيه النصيب، عامله مشروع بيزنس يعني، واخد بالك منها على طريق صفر. فلما النبي وصل لخيمه ستنا ام معبد دخل، لقى عندها شاء كده غلبانه ما فيهاش لبن، حتى من كتر مرضها ما خرجتش مع بقيه الشياه، وكانوا في السنه دي مجحفين وعندهم جفاف وما فيش، مش لاقيين اللبن. فالنبي بيسالها عندك حاجه نشربها؟ قالت له احنا لاقيين حاجه، ده الدنيا جفاف وما عندناش، والله لو عندي. قال عندك حلوب؟ قالت له والله ما في حلوب الا هذه الشاه خلفها المرض. فاستاذنها النبي ان يحلبها، استعجبت. قالت له ان وجدت فيها حلبا فاحلب. خد، فالنبي مسح على برعها وحلب ملاله محلاً، شرب هو وشرب سيدنا ابو بكر وشرب عبد الله بن قريطة وعبد الله بن ابي بكر، وبعدين ادها شربت، وبعدين حلب لها تاني وقال لها لما يجي زوجك يشرب، واخد بالك؟ فلما مشيت وصفت النبي فقالت ايه؟ ظاهر الوضاءة، ظاهر الوضاءة، ضمن اوصافها يعني، وصفته وصف جميل قوي. من بين الكلام اللي اختاريته قالت ايه؟ ظاهر الوضاء، قسيم وسيم، واخد بالك ازاي؟ محفوظ محشود، محفوظ محشود، يعني هو لوحده كده تحس انه معاه هيلمان، كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشد، صلى الله عليه وسلم. اي اتفضل. وهو الحسن والنظافة والخلوص من ظلمة الذنوب، وهو اسم مصدر، اسم مصدر، أصل اسم المصدر يعمل عمل المصدر لكن مش على قياس المصدر، لأن أصلا توضأ توضؤا
مش كده برضو؟ فيخليه توضأ وضوءا، فهو مصدره توضؤ فيخليها وضوء، فيخليها اسم مصدر. فهمت بقى؟ فاسم المصدر تلاقيه على غير قياس المصدر، ولكن يفعل بمعنى المصدر، يسموه اسم مصدر. زي اسم الفعل تلاقيه يعمل عمل الفعل وهو اسم مش فعل، زي ايه؟ هلم، هلم يعني ايه؟ تعالوا. وزي عليكم بسنتي يعني الزموا سنتي، اسم فعل. وزي مه يعني اسكت، واخد بقى؟ وزي صه، وهكذا، كل دي اسمها اسم فعل. ففي اسم فعل وفي اسم مصدر، فوضوء ده اسم مصدر، وهو اسم مصدر، وقياس المصدر التوضؤ بوزن التكلم، لأن الفعل توضأ بوزن تكلم، تكلم تكلم، توضأ توضؤ، تمشي كده. لكن هما مشيت على غير قياس المصدر فسميت اسم مصدر. بضم الواو وضوء في الأشهر، جرى الشارح على أنه بالضم اسم للفعل وضوء، وبالفتح وضوء اسم لما يتوضأ به وهو الأشهر. يعني لما تقول وضوء يبقى ما يتوضأ به، هو الماء نفسه اسمه وضوء، أتي بوضوء فتوضأ، يعني أتي بماء للوضوء بالفتح كده. وإذا ضمناه نقول وضوء، يبقى هو الفعل نفسه كما ذكره. ومقابله، مقابل الحكاية دي، أنه بالضم فيهما. وفي قول مقابل لده قال لك لا، ده أنت تقول وضوء يطلق على الفعل ويطلق على ما يتوضأ به الاثنين. ده رأي تاني. وقيل بالفتح فيهما، قال لك وضوء ووضوء الاثنين برضو تمشي. وقيل بعكس الأول، وهذه الأقوال تجري في كل ما كان على وزن فاعول، زي سحور وفطور تمشي برضو، تقول فطور ما يفطر به، وفطور هو الفعل نفسه، وسحور ما يتسحر به، وسحور هو الفعل نفسه، وهكذا. اسم للفعل أي الذي هو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، فالوضوء هو استعمال ماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية، مش كده برضو؟ أدي تعريف الوضوء. ولا حاجة لزيادة قولنا على وجه مخصوص ليشمل الترتيب. في ناس قال لك بنية على وجه مخصوص، زود كلمة على وجه مخصوص عشان يقول لك يبقى في ترتيب، لكن قال لك ما فيش يعني احتياج لكلمة على وجه مخصوص، لأن المراد بقولنا في أعضاء مخصوصة أنها مخصوصة ذاتا من كونها الوجه واليدين والرأس والرجلين، وصفة أي من تقديم المقدم وتأخير المؤخر، وتأخير المؤخر، فيعلم الترتيب بدون ذلك، بدون تلك الزيادة. وحكمه، حكم الوضوء إيه؟ اختصاص. وحكمة اختصاص الوضوء بهذه الأعضاء، حكمة اختصاص، ليه ربك خلى الأعضاء دي هي اللي تتغسل دون عن بقية الأعضاء؟ حكمته. وحكمة اختصاص الوضوء بهذه الأعضاء كما قيل أن آدم عليه السلام توجه إلى الشجرة بوجهه وتناول منها بيده، وكان قد وضع يده على رأسه ومشى إليها برجله، فأمر بتطهير هذه الأعضاء. والتعبير بالفعل والاستعمال للغالب، يعني يقول لك هو اسم للفعل نفسه ويقصد استعماله، يعني استعمال الماء يعني، واخد بالك؟ فيعبر بالفعل ويقصد الاستعمال. والمدار، المدار مش الفعل، المدار على وصول الماء مش الفعل. يعني انا لو الدنيا بتمطر ومطر غزير ورحت واقف كده قلت انا عايز الوضوء، وديت وشي للسما وعملت ايديا كده ونزلت الميه، واخد بالك ازاي؟ مش بفعل انا، ده هي نازله كده، وعملت رجليا كده اهو اتوضيت وقوم اصلي. فهمت ازاي؟ فهي لا يشترط الفعل ذاته، ده يشترط وصول الماء. فهمت ازاي؟ للاعضاء دي مع النيه، يشترط يكفي وصول الماء للاعضاء دي مع النيه بس مش الفعل. ها؟ هو ممكن واحد يوضي واحد بس وانت ناوي، يعني الواحد ده يبقى ناوي، ما يكفيش نية الموضئ، لازم المتوضئ يقول يعني. والله عجبني دي تاني. والمدار على وصول الماء إلى الأعضاء بالنية ولو من غير فعل فاعل، مش كده برضو؟ وهذا معناه شرعا. وأما معناه لغة فهو اسم لغسل بعض الأعضاء، في اللغة اسم لغسل بعض الأعضاء سواء كان بنية أم لا، في اللغة
يعني كانت العرب برضه تقول لك قوم اتوضى، يعني يقصد اتشطر قبل الشرع حتى ما، فاتوضى يعني اتشطر. فعشان كده الرسول امر بالوضوء بعد اكل ما مسته النار، قيل اي غسل اليدين والفم، مش الوضوء الشرعي ده، الوضوء اللغوي، فهمت ازاي؟ فيبقى يحمل بمعنى الوضوء اللغوي اللي هو الغسل، مطلق غسل اي عضو. هو غسل اي عضو سواء بنيه او من غير نيه، يعني اتشطف. احنا بالمصري، بالمصري تقول لابنك ايه؟ قوم يا واد اتشطف، يعني قوم يا واد اتوضى، واخد بالك ازاي؟ باللغه. لكن ايه بالشرع؟ اتوضى يعني الوضوء بقى بنيه مخصوصه لاعضاء مخصوصه بترتيب مخصوص بماء مخصوص، برضه لازم ماء مطلق، لان في سؤال بيقول هنا هل يصح استخدام الماء المستعمل في غسل واجب في وضوء او غسل مندوب؟ قلنا الماء المستعمل في فرض عباده كوضوء او غسل في الفرض لا يجوز عند الشافعيه استعماله مره اخرى، لكن يجوز عند الملكيه. الملكيه يجيز، وبشرط الا يتغير صفه من صفاته، يفضل رايق كده، واخد بالك؟ وتجمعه وتستعمله تاني على مذهب الملكيه ووجه قديم عند الشافعيه. لكن الجديد عند الشافعيه ان الماء المستعمل في فرض وضوء او غسل لا يجوز استعماله مره اخرى، لانه صار مختلطا بالحدث، وان كنت انت لا ترى الحدث بعينك، لانه امر اعتباري قائم بالاعضاء يمنع من صحه الصلاه حيث لا مراقبه، لا تعريف الحدث. وهو المراد هنا اي في الترجمه اللي هو الوضوء المخصوص، مش يقصد الوضوء اللغوي في الترجمه، يقصد الوضوء الشرعي بقى اللي هو اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، وعايز يشرح لك الوضوء الشرعي. فروض الوضوء، وبفتح الواو معطوف على قوله بضم الواو، يعني تقول الوضوء والوضوء لما يتوضا به، يبقى الوضوء لما يتوضا به اللي هو بالفتح، والوضوء هو الفعل نفسه بالضم، اي لما يعد ويهيئ للوضوء، اللي هو ايه؟ الوضوء يطلق على ما يعد ويهيئ للوضوء به كالماء الذي في الابريق او في الميضاء، لا لما يصح منه الوضوء كماء البحر، لا يطلق على ماء البحر وضوء خلافا لبعضهم، لانه لم يسمع اطلاقه على ماء البحر، وان كان يجوز الوضوء بماء البحر لكن ما يطلقش عليه كلمه وضوء. تملي يطلق الوضوء على الميه اللي جايه لك في الابريق او في الحله او في الجردل او في الدورق او في الازازه اللي انت هتتوضى فيه، لكن ما يطلقش على البحر، فهمت ازاي؟ وقول المحشي اي بالفعل ليس بظاهر، لانه لا يشترط التوضؤ بالفعل، بل الشرط ان يعد ويهيئ لذلك، واخد بالك؟ الفعل اللي هو ايه؟ انه ما يشترطش ان الماء يبقى بيتوضب للوضوء يعني بنيه، لا مش شرط، اي ماء معد حتى اللي كان حاطه مش علشان وضوء اروح اتوضى بيه، مش شرط يعني اكون انا وانا بعد الميه ابقى بنوي ان دي للوضوء، لا، يكفي ان هو بس ماء مهيأ، ماء مطلق غير متغير صفه من صفاته، غير مختلط بطاهر غير صفه وغير متنجس كانواع المياه اللي احنا اتكلمنا فيها، يبقى ده يكفي ان انا اتوضى بيه، ما يشترطش ان يكون مهيأ ومعد للوضوء. يعني واحد عامل زير للشرب وجي رحت انا اتوضيت بيه، يعني هو اعده للشرب مش للوضوء، ورحت انا واخد منه كوز اتوضيت، وضوئي صحيح بس كده غلط شرعا. ليه؟ لانه طالما مسبب للشرب يكره استعماله للوضوء، ويحرم ان كان في صحراء، عشان هتضيع عمليه الماء في الصحراء، والناس في العطش في الصحراء اولى ان يشربوا منهم يتوضوا، لان عندهم للوضوء بديل وهو التيمم، لكن ما عندهمش للعطش بديل للماء، فهمت ازاي؟ فيبقى لما تبقى انت في الصحراء وماء مسبل للشرب ما تروحش تتوضى بيه بقى. انما اما يبقى هنا حاطين على باب المسجد هنا ماء مسبل، وجنبنا الميضه خطوتين الحنفيه تفتحها مليانه ميه، وجا واحد اتوضى بالميه اللي بره، يبقى عمل مكروه بس. يعني اساء الادب. نقول له كده ما يصحش، انت عندك الميه هنا يا اخي، انت تنبل. ده هي خطوتين تخش تتوضى جوه، بطل تنبل. واخد وضوء يبقى صحيح. ليه؟ لان الميه متوفره. لكن في الصحراء يبقى حرام. ضيع عمليتي. وساعتها نقول له اشرب منه وتوضى وتيمم. اشرب منه وتيمم، ويتيمم في وجود الماء، لان هذا الماء مسبل للشرب. فهمت؟ لا ده هو بيضاف اساسا عشان يمنع الرائحه ويغير ويخليها ملهاش لون.
ويخليها نقية فيزيد نقائها، بس المهم يبقى بنسب كويسة بدل ما يسممونا. ادعي لهم كده. المهم الأحسن دي، ده في أزمة حكاية إيه، إن هو في ناس بيقولوا إنه سام وفي بدائل، وعملوا مقالة في الأهرام خوفت الواحد من شرب المية. أيوه. آه. ما هو آه اتضح إنه لما بيزودوا نسبته بيفضل في جزء منه دايب في المية، ما تبخرش كله، ما هو أصل ليه نسب، كل حاجة محسوبة بالنسبة. لكن لما يحط لك جردل مش محسوب، ما هتبقى مشكلة بقى. لازم ده ما يأثرش، ما يأثرش، بس ممكن يسمم يعني، يعمل مشاكل في أعضاء الإنسان، فدي مسؤولية. قال وضوء صحيح وتموت شهيد ما يهمكش. ربنا يكرمنا يا سيدي. ويشتمل الأول، أي الذي هو الفعل اللي هو الوضوء نفسه، وهو من اشتمال الكل على أجزائه على فروض. يعني الوضوء ده حاجة كده مشتملة على فروض، يعني على أجزاء، فهو كل له أجزاء. فهمت إزاي؟ ودي الفروض بتاعته. وسنن، ليه فروض وسنن، الفروض اللي هي ما لابد منها، والسنن اللي هي يستحب فعلها لكمال الأجر لكن ليست ضرورية. ومهم معرفة الفروض من السنن، عشان عندما يقل الماء تعمل الفروض بس، مش تيجي عندك كوز مية تخلصه في المضمضة والاستنشاق، وعلى ما تيجي تغسل رجليك وايدك في وشك ليه خلص، هتروح تتيمم؟ طب ما كنتش تتمضمض بقى وتستنشق، ابتدي غسل الوجه مرة واليدين مرة والرأس امسحها وكل رجل مرة ويكفي. يبقى تعمل الفروض بس لان الماء قليل. يبقى الفروض مهم عشان اذا قل الماء او ضاق الوقت، ضاق الوقت يعني انا خلاص بيقولوا لي المغرب هيدن بعد 4 دقائق، انت ما صليتش العصر الحق. فلو دخلت فتحت الحنفيه واقعد اتوضى ثلاثه ثلاثه هيدن عليا المغرب، واخد بالك، وانا ما صليتش العصر. لكن اروح فاتح الحنفيه وعامل الفرائض واقول الله اكبر واجيب حتى ركعه قبل ما يدنا المغرب عشان ادرك الوقت. يبقى الفروض تعملها اذا ضاق الوقت او قل الماء، اذا ضاق الوقت او قل الماء. كذلك انت سامع الامام بيركع في الركعه الاخيره وداخل الجامع وعايز تتوضا، ولو اتوضيت الوضوء الثلاثه هيسلمه ويخلص، مش هتدرك الجماعه الاولى. يبقى اعمل الفرائض وتعالى الحقهم في التشهد بقى، تعمل فرائض وتيجي تلحقهم في التشهد عشان تدرك فضيلة الجماعة. يبقى معرفة الفرائض دي مهمة علشان بتعينك إذا ضاق الوقت وقل الماء ولإدراك الجماعة. واضح؟ يبقى دي الفوائد بتاعت معرفة فروض الوضوء. خلاص، يبقى أدرك من صلى قبل غروب الشمس ركعة فقد أدرك العصر، ومن صلى قبل شروق الشمس ركعة فقد أدرك الصبح. حديث كده أدركه أداء كله، أدركه أداء كله، بس مع الحرمة إن كان العطلة بغير عذر، عشان كان في ماتش مثلا، مش في أي حاجة، لكن لو كان بعذر واخد بالك شرعي يبقى ما فيش حرمة، في لا إثم. أي خلص لا عندنا الاشتغال بشروط صحة العبادة أولى من إدراك الوقت، خلافا للأحناف. الأحناف قال لك تتيمم وتصلي لإدراك فضيلة الوقت وتقوم تغتسل وتعيد الصلاة. واضح؟ الشافعية لا، قال لك الاشتغال بشروط صحة العبادة أولى من إدراكها مع النقص. واضح؟ يعني انت قمت قبل اداء قبل ما يطلع الشمس ب5 دقائق وقايم جنب، واخد بالك، انشغل بالوضوء وانشغل بالغسل، انشغل بقى معرفه، يعني اعمل لك ايه، انشغل بالغسل الشفعيه كده وصلي خلاص بعد ما تطلع. واضح الكلام؟ وانا احب الراي ده، مش متعصب والله للشفعيه، بس انا اميل للراي ده. اصل ازاي هتواجه ربك وانت جنب؟ يعني تقول لي اصل الوقت ضيق، ما انت هتعيده تاني، اصلا هتعيد وهتعيد. يبقى انت يعني ملهي في عباده باطله فمالهاش لازمه. ويشتمل الاول، اي الذي هو الفعل، وهو من اشتمال الكل على اجزائه على فروض وسنن، اي وشروط برضه،
ليه شروط ومكروهات. خد بالك في فرق بين الفروض اللي هي الأركان وبين السنن وبين الشروط. الشرط خارج عن الشيء لكن ضروري، لكن خارج عن الشيء، والركن أو الفرد داخل في الشيء وضروري. يبقى الفرد داخل في الشيء، واخد بالك ازاي، وضروري، والشرط خارج عن الشيء لكن ضروري. زي ايه؟ زي رأسك فيك، دي ركن فيك، ما ينفعش انسان بلا رأس، ينفع؟ ما ينفع. يبقى الرأس دي ركن من اركان بناء الانسان، لا يستقيم انسان بغير رأس ولا كبد ولا قلب ولا جذع ولا غيره، فهمت ازاي؟ يبقى دي اركان فيه لانها داخله في بنائه. لكن الهواء شرط لحياته لكن خارج عنه، فهمت ازاي؟ يبقى الهواء شرط لكنه مش ركن. كذلك الوضوء، في حاجات تكون بناء الوضوء نفسه نسميها فروض داخله فيه، وفي حاجات ضروريه ليه لكن خارجه عنه يسموها شروط، فهمت ازاي بقى؟ فيجيب لي هنا يقول لك ايه؟ ايوه، شروط ومكروهات. اما الشروط فقد نظمها بعضهم في قوله، هنقرا نظم الشروط ده والمكروهات ونقف على فروض الوضوء نقولها المره الجايه. تعرف شروط الوضوء؟ الشرط هو ما ينبني على عدمه العدم ولا ينبني على وجوده وجود ولا عدم. احفظ عشان تبقى راجل علام. الشرط هو ما ينبني على عدمه العدم، يعني لو مش موجود يبقى العبادة مش موجودة، واضح؟ الشرط ما ينبني على عدم وجوده عدم صحة العبادة، فهمت؟ يبقى هو ما ينبني على عدمه العدم، ولا ينبني على وجوده وجود ولا عدم. ولو وجد ما ينبنيش عليه وجود العبادة أصلا. زي إيه؟ زي الماء المطلق، شرط من شروط الوضوء إن يبقى عندي ماء مطلق، لكن هل أي واحد عنده مية يبقى متوضي؟ لكن أي واحد ما عندوش مية مش هيتوضي. يبقى يعمل الشرط عند العدم، يؤثر عند العدم بس لأنه يعدم العبادة، فهمت؟ لكن لا يعمل عند الوجود. زي دخول الوقت، شرط لصحة الصلاة، دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، ينفع تصلي الظهر قبل ما يأذن الظهر؟ ما ينفعش. لكن هل لو أذن الظهر يبقى كل واحد سمع الأذان صلى؟ يبقى لا ينبني على وجودي وجود ولا عدم، لكن ينبني على عدمه العدم. فهمت المسألة بقى؟ الشرط حلوة الحتة دي؟ طيب الركن بقى اللي هو الفرد، تعريفه إيه؟ ينبني على عدمه العدم وعلى وجوده الوجود. على عدمه العدم وعلى وجوده الوجود، سهل، بيشتغل في الناحيتين. يبقى الركن ينبني على عدمه العدم وعلى وجوده الوجود، فهمت ازاي؟ يعني مثلا الفاتحه ركن في الصلاه، ينبني على عدم قراءه الفاتحه عدم صحه الصلاه، وينبني على قراءه الفاتحه في الصلاه صحه الصلاه. يبقى بتعمل في الحالتين، تعمل في العدم تبطل وفي الوجود تصح، انما الشرط يؤثر في العدم بس. فهمت المساله بقى دي؟ دي مهمه عشان هيقابلك الشروط في الصلاه، هيقابلك شروط الصيام، هيقابلك شروط الحج، في كل باب من الابواب هتسمع كلمه شروط واركان، فلازم تميز بينهم علشان تبقى راجل فقيه. ايوه اتفضل. لا احنا ما دخلناش في الاركان، المره الجايه تيجي ان شاء الله السبت القادم بين المغرب والعشاء، احنا هنتكلم على الشروط، شروط الوضوء، شروط صحة الوضوء 15. عملهم شعر الشيخ، عملهم شعر جميل كده، اسمع بقى الشعر ده عشان تحاول تحفظه. فقد نظمها بعضهم في قوله أيا طالبا مني شروط وضوئه، يعني وضوء النبي يعني، أيا طالبا مني شروط وضوئه فخذها على الترتيب إذ أنت سامع. شروط وضوء 10 ثم 5، يعني 15، فخذها عدها، فخذ عدها والغسل للطهر جامع. وهي برضو شروط للغسل، هي شروط للوضوء وشروط للغسل برضو، فهمت ازاي؟ فخذ عدها
والغسل للطهر جامع. اول حاجه طهاره اعضاء، اول حاجه ايه؟ طهاره اعضاء. يبقى لازم الاعضاء تبقى ما عليهاش نجاسه. قبل ما اتوضى لو في نجاسه اشيل النجاسه، مش كده برضو؟ قبل ما اغتسل اشيل اثر النجاسه من ايه؟ من القبل والدبر، صح ولا لا؟ قبل ما بتوضى بشيل اثر النجاسه من الايه؟ في الاستنجاء، من خروج البول والغائط. يبقى دي إيه؟ طهاره اعضاء. يبقى اول شرط من شروط الوضوء ان الاعضاء تبقى ما عليهاش نجاسه، صح؟ طهاره اعضاء. ثاني حاجه نقاء، اي نقاء من حيض ونفاس. ما ينفعش واحده يبقى عندها حيض ونفاس وتقوم تتوضى، يبقى تاني شرط النقاء من الحيض والنفاس، مش كده برضه؟ وعلمه بكيفية المشروع، ثالث شرط علمه بكيفية الوضوء، ولا هيهجم على الوضوء ومش عارف، يفتح الحنفية طب هيغسل ايه؟ ما مش عارف، يبقى لازم من الشروط يعرف الأول. يبقى أول حاجة طهارة أعضاء أي من نجاسة، نقاء أي من المانع كالحيض والنفاس. وعلمه بكيفية المشروع، علمه بكيفية الوضوء، ثالث شرط. والعلم نافع، ويعلم ان هو عنده حدث ناقل، يعرف انه بيتوضى لرفع حدث، مش بيتوضى كده تبهلله، لا هو عارف انه دخل وتبول وطلع منه ريح وبتاع، يبقى لازم يبقى عنده علم، لانه لو هو شاكك في خروج الحدث ثم توضأ بنية التجديد ثم بان له خروج الحدث بطل وضوءه ده، لانه كان بنية مهزوز. يبقى يشترط العلم بايه؟ بالحدث، بالناقل الموجب للوضوء. لا ما هيجي لك التمييز. وترك مناف، نمره خمسه، وترك مناف في الدوام، ويترك في اثناء مداومه عمل الوضوء المناف للوضوء، مش غسل وجهه ويروح مطلع ريحه. فهمت ازاي؟ يبقى ترك مناف طول ما هو بيتوضى يترك المنافي للوضوء. يجي بيتوضى وقبل ما يغسل رجله يمس ذكره، الله ما ينفعش. عيب بقى. يبقى ايه؟ من الشروط دي برضه ترك مناف في الدوام، وهو مداوم في العمل يترك المنافي اللي هو الناقد للوضوء. وصارف عن الرفع، وبرضه يترك الصارف عن الرفع اللي هو يعبر عنه بدوام النية. مش تذهل عنه النية؟ يعني هو بيغسل وجهه ونوى الوضوء وبعدين بعد كده لا دي وسخه قوي، قال لا ما نضفها الاول، يبقى صرف نيته، ما ينفعش الوضوء ده. فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ وصارف عن الرفع، يعني وترك صارف عن الرفع، عن رفع الحدث في اثناء فعله. دي نمره سته. والاسلام قد تم سابعه، يبقى كده قال لك سبعه. والاسلام شرط من صحه ايه؟ الوضوء، لانه لو مش مسلم مش اهل للنيه. ومن شروط الوضوء او فروض الوضوء النية، واصل شرط النية الاسلام الاول وبعدين التمييز، مش كده برضه؟ يبقى لازم الاسلام ده شرط عشان يصح وضوء. وعلشان كده المسلم بقوله اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يكفيه كوبايه الميه دي يتوضى بيه. لكن لو ما قالش الكلمه دي لو غطس في نهر النيل كله ما يطلعش حدث. شفت بركه الكلمه؟ بركة الكلمة الشهادة اللي هي الدخول في الإسلام دي بركة عالية، واخد بالك؟ كنت مرة بعمل دكتور مسيحي بيعمل عملية في نزيف عندنا في المستشفى من كام سنة كده، قعد فيها ثلاث ساعات ومش عارف يوقف النزيف. واحد كان واخد حادثة هنا وعظمة الخد دي متعورة شغلانة كده، وبعدين بصيت لقيتهم بيطلبوني في العيادة نائب المدير، يعني تعالى يا دكتور يوسف اتمنى انا بشتغل اوعيه نوويه، يعني تعالى شوف لحسن ده فلان، وفلان ده دفعتي يعني وتعلم في فرنسا وراجل معاه ما يعادل دكتوراه، يعني راجل مش صغير يعني. قال لي ده فلان بقى له ثلاث ساعات شغال ومش عارف يوقف النزيف. رحت انا سايب العينين في العياده ونزلت رحت على المستشفى، كان شتاء لابس انا البدله والكرافته وبتاع، رحت قالع الجاكيته ورحت داخل في الجوانتي كده بهدوم، ما هو العين بقى له ثلاث ساعات. سبحان الله، قلت بسم الله بالبركه كده بشيل، لقيت البتاع ده بتنزل، رحت ماسكه في لحظه شريان كده، الشريان اللي في الخد كده، بس هو كان متداري تحت العظمه المكسوره هو مش شايف، ربك ورهوني. فالمهم رحت ايه دخلت كده في لحظه شفته، رحت ماسك كده وقلت للنايب اقفل بقى الجلد، ورحت قالع الجوانتي ورجعت العياده.
فالنايه اللي بيبرمج الحاله مسيحي، دكتور مسيحي، واللي كان بيعملها مسيحي زيه. فبيقول لي ايه ده؟ ايه السر ده؟ ده سحر ده ولا ايه؟ ما هو بقالهم 3 ساعات والعيان خد 5 اكياس دم والدنيا مقلوبه. فبقول له لا مش سحر ولا حاجه، عارف السر ايه؟ ان انا متوضي. وانا فعلا كنت متوضي، كنت لسه مصلي العشاء وطالع العياده، كنت لسه متوضي. فبقول له عارف السر ايه؟ والله ما شطاره دي، ده وضوء. فبيقول لي طب ما احنا كلنا نتوضى. قلت له يا ابني والله لو دخلت في نهر النيل ما يكفيك، لازم تقول الاول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. قعد يضحك بقى، انت عارف بقى ما يضحكوا الضحكه الصفراء ايام دي، انت عارفها بقى. فشوف بركه الاسلام، اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تخلي الوضوء بتاعك بكوز ميه، انما من كده من غيرها والله المحيط ما يكفي. شوف سبحان الله يا اخي بركه عظيمه. وتمييزه، دي نمره 8، التمييز يبقى لازم يبقى مش مجنون يعني. التمييز واستثنى فعل وليه، واستثنى من الحكايه دي من التمييز فعل وليه اذا طاف عنه وهو بالمهد راضعه، لان الطواف صلاه، وانت عارف ان ممكن يصح الحج عن الصبي الرضيع، تبقى ابنك بيرضع وشايله في اللفه وتقول لبيك اللهم لبيك عن نفسك وعن ابنك وتطوف بيه وتقف بيه في عرفات وتسعى وتتحسب له حج التطوع. فهمت ازاي؟ فبيستثنى الحته دي بقى على التمييز في الحته دي بس. مستثناه، واخد بالك في الحته دي. والواد يبقى بيطوف وقاعد مثلا ايه يمكن بيتبول. واخد بالك ازاي؟ ما يجراش حاجه، ربك قابلها، عدها له ما يجراش حاجه. واخد بالك؟ وقاعد يطلع ريح كل ما الناس تزنق وانت سامع الريح طالع، برضه طوافه صحيح مالكش دعوه، عيل صغير. واخد بالك؟ ها؟ ها؟ لا بيجزئ عنك انت كأبيه الفرد بتاعك ونيتك، ويجزئ عنه هو حجة التطوع. لما يبلغ بقى يبقى عليه حجة إسلام. خدت بالك؟ عشان كده بيقول لك واستثنى واستثني فعل وليه إذا طاف عنه وهو بالمهد راضعه. واضح؟ نمرة 9 بقى، ولا حال، يعني حائل يعني على البشرة، ولا حال نحو الشمع والوسخ الذي حوى الظفر والرمس في العين مانعه. يبقى لازم ما يبقاش في حاجة حائل على البشرة تمنع من وصول الماء عليه، مش كده برضو؟ يا إما الحائل ده يكون وساخة، يا إما يكون شمع، واخد بالك، سميت يعني، زي يعني حتة فازلين كده كتلة. انما افرض انت دهنت زيت كده بقى جلدك مزيت، لكن مفيش جرم، ما يجراش حاجة. لكن الشمع شمع يعني، عارف انت الشمع ما تولعها تنقط على جسمك كده، تروح جاية بتاع كتلة كده وتروح ناشفة، دي حائل بتشيل. فهمت ازاي؟ يبقى والشروط برضو عدم وجود حائل، دي نمرة 9، ولا حال نحو الشمع والوسخ الذي حوى ظفر، وظفرك ما يبقاش فيه وساخة، واخد بالك؟ وبعدين تيجي تتوضى تبقى في حائل، يبقى وضوءك باطل. عشان كده قص الاظافر ده مهم، علشان ما يبقاش. وكمان المونيكير بتاع الستات حائل، يبقى ما ينفعش. خدت بالك ازاي؟ لانه ما وفرتش شروط صحه الوضوء. ولا حال نحو الشمع والوسخ الذي حوى الظفر والرمس في العين مانعه، يعني عينيه معمصه والعمص نزل على كفونه، تبقى برضه عامله حائل، لازم يشيل الحائل ده العماص ده ويبتدي يغسل وجهه بغيرها. وعشرة، وجري على عضو وإيصال مائه وويل لأعقاب من النار واقع. يعني لازم كمان الماء يجري على الأعضاء عشان يبقى غسل، لأن ربنا بيقول فاغسله، والغسل يكون بجري الماء، بجريان الماء. يبقى يشترط أيضا وجري على عضو أي مغسول وإيصال مائه، يعني إيصال الماء للعضو المغسول بحيث يجري عليه. وويل لأعقاب من النار واقع، عشان كده النبي قال للصحابة اللي كانوا توضوا مستعجلين فلقى أعقابهم عليها بقعة كده ما ينطلقهاش الماء، قال لهم إيه؟ ويل للأعقاب من النار. يبقى دل على إن إيصال الماء شرط لصحة الوضوء للعضو المغسول. فهمت؟ نمرة 11، وتخليل ما بين الأصابع واجب إذا لم يصل إلا بما هو قالع. يبقى التخليل سنة أصلا، لكن متى يجب ويبقى شرط؟
فهمت ازاي؟ افرض واحد صوابعه ملتصقه شويه كده يعني، يبقى ساعتها يجب التخليل. ليه؟ لانه لو سابها على حالها الميه مش هتوصل، يبقى لازم يحاول يخلل بقى ويفتحها كده وينزل الميه فيه عشان تدخل. فهمت ازاي؟ لكن اللي صوابعه مفتوحه عاديه كده بيفتحها خلاص الميه بتخش فيه، والتخليل صار سنه مش واجب ولا شرط. وعلشان كده برضو ايه، تحريك الخاتم العريض مطلوب لانه حائل، بالذات لما يبقى ماسك جامد على الايد، فلازم تحرك الخاتم عشان يدخل الميه ايه تحت. وتخليل ما بين الاصابع واجب اذا لم يصل الا بما هو قالع. 12 وماء طهور والتراب نيابه. يبقى من الشروط تحصيل الماء الطهور اللي هو هتعمل فتتوضا. فهمت ازاي؟ والتراب نيابه، لو مش مفيش ميه يبقى التراب للتيمم. ونمرة 13 وبعد دخول الوقت إن فات رافع. يا إيه الحلاوة دي؟ ولازم يبقى بعد دخول الوقت، لو ما عندكش، لو كان وضوءك ليس لرفع الحدث، يعني الحدث مستمر، في دائم حدث مستمر عنده بول نازل على طول، عنده انفلات ريح على طول، عندها استحاضة دم نازل على طول، يبقى دي من شروط صحة وضوءها إن لازم تتوضأ بعد دخول الوقت. فهمت إزاي؟ ليه؟ لأنها وضوء ضرورة، طهارة ضرورة، والضرورة ما تجيش إلا بعد دخول الوقت، فما ينفعش يتوضأ قبل دخول الوقت لأنه حدث مستمر، فوضوءه ليس برافع ولكن مبيح للصلاة، يعني يستبيح به الصلاة مع بقاء الحدث. فهمت إزاي؟ عشان كده بيقول إيه؟ وبعد دخول الوقت إن فات رافع، يعني إن لم يكن رافع للحدث، كتقصير بول ناقد واستحاضة ووذي ومذي أو مني يدافع. بيدي لك الأمثلة لإيه؟ لدائم الحدث. كتقصير بول، يعني البول بينقط منه، واستحاضة، وبرضه دم بينقط من الست في غير وقت الحيض، ووذي ومذي بنازل منه برضه بغير تحكم، أو مني يدافع، أو مش قادر يمنع المني. في ناس عندهم ايه، سلس مني، المني ينزل كده بغير اندفاع، واخد بالك؟ وليس يضر البول من ثقبة علت. لو واحد عملوا له تحويل مجرى بول عشان يستأصلوا له المثانة، نسأل الله لنا ولكم السلامة، واخد بالك؟ فيعملوا له تحويل مجرى بول على جدار البطن، فلو عملوا له الثقب بتاع البول فوق السرة، فوق موضع السرة، يبقى ما ينقضش الوضوء بالخارج منه. فهمت ازاي؟ وليس يضر البول من ثقبة علت، يعني علت على السرة. فهمت؟ كجرح على عضو به الدم ناقع. وبرضه واحد مجروح وحاطط ضمادة على الجرح والدم نشع، برضه ما يضرش. فهمت ازاي؟ كل ده لا يضر. 14 ونيته للاغتراف محلها. برضه نية الاغتراف، احنا قايلين ان الماء المستعمل عند الشافعية ما ينفعش استعماله في الوضوء، فلو هو بياخد بايده، واخد بالك ازاي، ونوى الوضوء، يبقى اول ما يغسل وجهه، واخد بالك ازاي، نوى غسل الوجه، اول غرفة وهو هيغسل هياخدها بعد غسل الوجه الاول مرة، ده وقت خروج الحدث من الايد، لان يخرج الحدث من الايد بعد غسل الوجه، مش كده؟ مراعاة للترتيب. يبقى في الحالة دي لو حط ايده في المية وغرف كده، يبقى ساب الحدث من ايده وقعه في المية، فصار الماء اللي في الاناء ده مستعمل، ما ينفع. فساعتها نعمل ايه يا شافعية؟ يقول لك ينوي الاغتراف، ينوي الاغتراف علشان تبقى ايده زي الكوز، ما يترفعش الحدث لانه صارت زي الكوز بقى. فهمت ازاي؟ وعشان كده بيقول ونيته للاغتراف محلها اذا تمت الاولى من الوجه، واخد بالك ازاي، تابعه، لان الاولى من الوجه، هو صحيح يغسل وجهه نمرة 2 و3 بس ده سنة، لكن لو غرف بعد الوجه الغسلة الاولى ده وقت خروج الايه، الحدث من اليد، فيروح واقع في الايه، في الاناء. يبقى ايه، بيقول لك ونيته للاغتراف محلها إذا تمت الأولى من الوجه، تابعه، يعني تابع للمسألة. ونية غسل بعدها فنوي واغترف. ولما يجي بعد كده ياخد لدراعه
ينوي بقى ايه الغسل للذراع، واخد بالك ازاي، مع الاغتراق. ونية غسل بعدها فنوي واغترف، والا فالاستعمال لا شك واقع، يصير الماء مستعملا. خدت بالك؟ شفت جمال الشعر حلو ازاي؟ طيب، وقد صححوا الشافعية، يعني وقد صححوا، يعني حصل خلاف في مسألة هيجيبها لك. وقد صححوا غسلا مع البول إن جرى خلاف، خلاف وضوء خذه والعلم واسع. يعني قال لك لو كان عنده سلس مني، لو عنده سلس مني بيخرج مع البول، هل يجب عليه الغسل ولا يكفيه الوضوء؟ فهمت ازاي؟ حصل خلاف، لان ده مني، المني معروف انه موجب للغسل، بس ده بقى سلس هتبقى صعبه، عشان كده حصل خلاف هل يكفي الغسل ولا لا. فبيقول لك وصححوا، وقد صححوا غسلا مع البول ان جرى، ان جرى المني يعني مع البول. يبقى الغسل اولى انه يتجدد كل صلاه بعد دخول الوقت يغتسل ليها، ده اللي عنده سلس مني. وفي وجه مقابل لهذا انه يكفيه الوضوء، لكن الصحيح فيه انه يغتسل لكل صلاه بعد دخول الوقت. واضح؟ وقد صححوا غسلا مع البول ان جرى خلاف وضوء خذه والعلم واسع. ولكن الوضوء من خروج المدي، والمدي والوزي مش محتاج يتكرر. واخد بالك ازاي؟ وقد ووشم، دي اخر حاجه بقى 15، ووشم بلا كره وعظمة جابر تشق بلا خوف ويكشط مانعه. يعني الوشم، الوشم ده عبارة عن حبس دم نجس في طبقة الجلد، وعشان كده منهي عنه. الوشم الازرق ده والاخضر، فبيقول لك ده يكشط ان لم يخف الضرر، لانه دي صارت نجاسة، واحنا قايلين ان من الاصل لازم ينقي اعضائه من النجاسة. ما لم يخف ضرر، فان خاف ضرر يبقى ما يكشطوش. وكذلك لو كان واحد مجبراتي عامل له عظمه كده زي كبيره على عضو يغسل وما يندرش، لو شقها يبقى يشقها عشان يتوضا، لكن لو يندر يبقى خلاص يتيمم عن العضو المجبور ويتوضا عن الاعضاء ايه اللي هي سليمه. هنقرا الشعر ده بس بلا شرح عشان تسمعه، لكن شرحنا خلاص. بيقول ايه؟ أيا طالبا مني شروط وضوئه فخذها على الترتيب إذ أنت سامع. شروط وضوء عشرة ثم خمسة فخذ عدها، والغسل للطهر جامع. طهارة أعضاء نقاء، وعلمه بكيفية المشروع والعلم نافع. وترك مناف في الدوام وصارف عن الرفع، والإسلام قد تم تابع. وتمييزه واستثن فعل وليه إذا طاف عنه وهو بالمهد راضع. ولا حال نحو الشمع والوسخ الذي حوى ظفرا وظفر حوى ظفر والرمس في العين مانع. وجري على عضو وإيصال مائه، وويل لأعقاب من النار واقع. وتخليل ما بين الأصابع واجب إذا لم يصل إلا بما هو قالع. وماء طهور والتراب نيابة، وبعد دخول الوقت إن فات رافع. كتقطير بول ناقل واستحاضة، وودي ومدي أو مني يدافع. وليس يضر البول من ثقبة علت، كجرح على عضو به الدم ناقع. ونيته للاغتراف محلها إذا تمت الأولى من الوجه تابع. ونية غسل بعدها فنوي واغترف، وإلا فالاستعمال لا شك واقع. وقد صححوا غسلا مع البول إن جرى خلاف وضوء خذه والعلم واسع. ووشم بلا كره وعظمة جابر تشق بلا خوف ويكشط مانع. وأما المكروهات فالإسراف في الماء، وتقديم اليسرى على اليمنى، والزيادة على الثلاث. واخد بالك؟ يعني المكروهات إنك تصرف أو تعمل الشمال قبل اليمين أو تزود عن الثلاث، دي المكروهات يقينا، والنقص عنها أو النقص عن الثلاث ولو احتمالا. والاستعانة بمن يطهر أعضاءه بلا عذر، يعني يجيب واحد كده يوضيه، يعني يدي إيده كده ويقول له موضيني وهو سليم بلا عذر، ده مكروه برضه. والاستعانة بمن يطهر أعضاءه بلا عذر بخلاف الاستعانة في صب الماء، فإنها خلاف الأولى، بس ممكن واحد يصب لك ما يجراش حاجة.
واما الاستعانه في احضار الماء يعني ناولني كوزه اتوضا فلا باس بها، والمبالغه في المضمضه والاستنشاق للصائم مكروهه بقى، المبالغه في الاستنشاق والمضمضه للصائم كما قال بعضهم مكروهه في الماء حيث أسرف ولو من البحر الكبير اغترف، أو قدم اليسرى على اليمين، أو جاوز الثلاث باليقين. ونقف على فروض الوضوء إن شاء الله، ونأسف للإطالة معلش النهاردة عشان إيه نخلص هذا الباب، وربنا يعلمنا ويفقهنا ويسر أمورنا وينور قلوبنا ويبلغنا مما يرضيه آملنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذكرون.